السلام عليكم اخوانا اعزائي المشاهدين، اليوم راجعين لكم فيديو جديد ويا الضلع ابو عباس جزة الموعد مالته جزة وما مات سواه بليلة 18 بالتفصيل. فراح نشمر سلية، هذا اخوكم بركات الزيد هنا، راح نشمر وقاسم الله نصيده. خليكم ويانا. تكرم وتكرم بعد. ثلاث اول لعبه ثلاث ان شاء الله. يا الله. قصتنا شوية التصوير. قبطت؟ يا الله بيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا الله. يا الله. صل على محمد وعلى محمد. يا الله. هذا عيون ابو عباس. مشاهدين هاي. ها؟ عمر جديد طلع على ابو عباس، ايها الاخوة المشاهدين. ابو عباس. انت ما متت؟ لا ما متت. والعباس اجلوني بعد اسبوع. اسبوع اجلوني. لا عقب عباس. خلي بي ماي، خلي بي هذا البحيره. بركات اشمرها وحده ثانيه هنا ونوطق اياها. التصوير خلي مسلمتين رصيد مبارك. ابو عقيل شوف هذا السمك لا عيونك راح تنزل البحيره على البندقيه مالتك ما ملقفه. لا ما اريد منك شيء بس رصيد. لا ابوي قالت لا قلت له خمسه ايش صار؟ اخوي صار ذني هسه ذني عندك قد واحده اثنين ثلاثه اربعه وهاي كبيره خمسه سته وهاي سته وهاي خالي نعم خلي يهدى الهواء خلي يهدى بركات لا تقصر بيها يا الله على كيفك لا تطيح جوا هاي هو جاري اخذها هذا من المكان نفس المكان تسحبها الهواء عالي الى اخر بالتصوير ها دقت يا الله بيها بيها وحده بيها اللهم صل على محمد وآل محمد قابيه خليها تربط السلام يبسط لك عمو تعال تاخذ هنا اوه تاخذ هنا سطر هاي سمس البحيرة جاي ناخذه سنت وياك وياك ايدك وياك خليك خليك Yeah, I'm saying it's
ما في بالرصاص. ها بيه؟ نعم نعم. حتى وصلت لي معاي. اصابتين موفقه. يلا ريد الثالث. يلا علاوي. اريد ادخن بالجو. شوي شوف اللفه ويجمع. ايه. يلا شو عدد. كفو. والله عشت. والله عشت يا ابو عباس. انا بالقناة. اعطي جو. ايش هذا؟ طب ماي ايش هذا؟ هذا حجه ترمي سريع. اه والله ابو عباس قال الله شنو بكورونا؟ اتوقع من الكورونا يمه. اه يمه؟ هيك 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 فرة كاملة فرة كاملة. ايه شاتو واحدة من شنو بالله سويت ما سويت؟ سويت بعد ما جاك الحليم. حليم عشت برعب. بحط الحسين. ايه اخر شيء هو يوم 18 يوم الخميس. ايه انت يوم 18 ايش سوي؟ يوم 18 صار عندي قلق نفسي حتى ما تريقين. ايه اموت خفيف الرب يعني مو مدخول. على عصرة القبر. خابرني ولد عقيد اسمه عقيد عنبوت. ايه حضر بالماء بالماء. خابرني الساعة 11. ايه قال ابو عباس الحمد لله على السلامة عديل. قلت له ان شاء الله عديل بس انا قلق لان يوم 18 انت الساعة 12 بالليل. ايه عافية. قلت هاشني النهار خلص بعد عندي اللي هي الساعة 12. ايه 12 ونص صار عندي مثل الدوخة. 12 ونص؟ اي والله بالليل. بعد الساعة يجي 18. حتى ما يعني يصير اموت في الساعة هذه بالليل. انت بعد لا طلعت لبرا تطق رصاصة وتندعم؟ لا صعدت لا اقتربت لك كهرباء؟ لا جبت كهرباء حتى صوب طفيت الشمعة ما قلت خاف تنتني. ايه التلفزيون ما شغلته قلت خاف تنتني الدقمة. كلش حظت وكل شيء شجاع. ايه حتى ماي ما شربت خاف تشرق؟ اي خاف اشرق والله العظيم هذا السخان ما ينتل. ايه كنت حتى ما اسبح. شوف شنو والله ربك شنو عندي 13. والله وصلت 13 خويا نزلت 12 و5. خاف تاعتك ما مضبوطة قلت. اي خاف ما مضبوطة. راح تشغل التلفزيون شوف الساعه العراقيه ونتيت في الواير. العمار نتيت في الواير. قلت شنو هذه؟ والله شويه قلت ما سويت؟ انت بعد 5 دقائق لا تموت. انا ماكو شيء ثاني نتيت رديت قعدت صار 12 وربع. ما مصدق انت؟ ما مصدق. وقوم وصلي ركعتين شكر لله. بعد ما اطمأنيت وصارت 12 وربع وانت ما ميت. انا كنا اصلي بيه الحجي. هاي تصلي اصلي 15 يوم صار اصلي واتوسل الله وابكي وصار 12 وربع قضى 18 وانا قلت ليلك جدعنا الموت يمه جدعنا الموت. اخوي سويت هيك في شيء قال وجع قلت ارد علي. سويت هيك قالت مرشيني قلت شرقت. قلت على بنت القص قامت روحي جزء 18 قالت يجوز انت بالاحتياط. قلت هفك احتياط عند الله انت روحي ما شيء الحمد لله شكر. وهذا ابو عباس ما مات. ما مات ان شاء الله تموت. ما تروح تطير تطير تموت تموت. هذاك واحد قال هذا ايش فيه ميت؟ قال هذا دعمت سيارة. قال ما اصعد بسيارة، ما اصعد بسيارات. خوش حاسين. ثاني يوم واحد قال هذا ابن جنازة هذا ابن مغيسين. شنو سبب وفاته؟ قال طاح من النخلة. قال انا على النخل فلا اصعد. خوش حاسين. هذا ايش فيه واحد ميت؟ قال يسبح وغرق. قال انا ما اسبح. بعد شنو وين يجي الموت؟ خوش حاسين. شو النوبة قالوا فلان مات. من فرع مال. وشلون مات هذه؟ قال نايم صبح ميت. قال ها وكان خرج فاتح عن الحال. شوف هو نايم. انت انت خايف من انت؟ انا خايف اكل خرج وانا نايم. لا عشان الحلم من عنده ماكو سمن.
طلعت مع عباس، هسه مع عباس شو يسوي؟ لازم طلقها. مع عباس؟ اي طلقها لو تقول الكفاره دفعت اللي هذا. لا دفعنا كفاره. اه. والله قال دفعنا الدجاجات اثنين. اه. كفاره وماكو شيء بعد. الحمد لله والشكر. والله هسه ماشي ان شاء الله ماكو شيء. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين. 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 اي وين راحت النقاط؟ النقاط ما هي. شنو ايش فيها هاي بنت؟ راجعين حلقة احمد. انت حلقة احمد؟ اعزائي المشاهدين هذا حلقة احمد. الو اسمع. تعلمي. بويه بويه سوي نقرات تسليه شلون علم علم الناس عليها اللي ما يعرفون اول منين مره ظلمتك مش هيك؟ اول مره تقرا من الناس خوش حاجتي والنوبه شو تسوي فينا هيجي اها اي تقرا النوب منه خوش حاجتي بيت نوبه تتكلم شعر قصيره شو تسوي النوبه؟ ايه خلي لك هيجي والله لحظه هيجي ايه تمام وردنك اليها منه خوش ايه هذا هيك تسوي شو؟ ايه طويله شويه قاعد تسوي لنا ايش؟ سوي اخاف تلف الدجاجة مالته ايه انطي بعد؟ اها خلاص حاجتي هاي هاي عندك تجي لهنا ايه وعلي ايه 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 النوبة اكلت تبنى انا النوبة تقعد 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 يا الله ايه تدعي حتى لو شانك تدعي لنا تدعي انا بدعي ايه ادعي بك ترى بيها شيء خلاص لا بيها بيها لا ما بيها شيء ادعي راسي في الماي واو الحين بس حاليا قدامنا حاطه تركنا السلوك تبداك الاتجاه وهسه نازلين عليه هنا بركات هي ديش جاية هو هذا خطها بركات شو كنت اذا صار خط الميلان قاعد بهذا المكان مثل ما تشوفون ماكو مكان نختل بيه هذا الترطيع ما جاي يغطينا كاملة فجاي يشوفنا تجفل الله عافية هذا الحذاف الزين تشيل شيله من جناحك تشوفها نعم نعم خير وبركه لهنا يا حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو واتمنى الفيديو نال اعجابكم صدنا ذنا سمتيات نروح ناخذ للبحيره شوفوها شوفوا قد حلوه بركات بركات خلي يدك اثنين انت خير طلعت هواي السمتية شلون قلت ياهن والقناعة كنز والحذافة وين حذافة؟ هاي الحذافة مع عباس ما مرزوق ما مرزوق انت هم تاخرين اه وهذا شيء ما مرزوق سوي اكسجين إذا عجبكم الفيديو انطونا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس بدربكم وانتظرونا في حلقات جديدة مع السلامة